الوقت موجود والظرف موجود، الدواء والغذاء خط أحمر لدولة الإمارات. هذا العمل لا يمكن أن ننساه، يجب أن تكون عندنا النظرة الإيجابية في كل هاي التحديات. بالحب والإنسانية تتقدم، وبالخير قيادة موحدة دائما تعمل. إجراءات صباقة لحفظ الأمن والأمان، كوادر طبية مؤهلة تعمل على مدار الساعة. الجندي المقاتل الخط الأمامي، ثاني أكبر مختبر لتشخيص كورونا في العالم، مراكز فحص في الطرق في كل الإمارات، فحوصات لمئات الآلاف. خلف قيادة واحدة موحدة، إنسان اللي شاك في نفسه وهو أمانة في رقبتنا وياي بيفحص لازم يفحص. تعقيم يومي للشوارع والطرقات، وتطوعون وإجراءات سلامة وتوعية في مراكز التسوق، منافذ دائمة لبيع الغذاء والدواء، علاج مجاني للجميع، لا فرق بين مواطن ومقيم، رسائل تطمين وتسهيلات للمقيمين والزوار. كل عمل اليوم تقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات، لحماية أهل دولة الإمارات، لحماية المقيمين في دولة الإمارات. رعاية وعناية بمراكز إسكان العمال، تعليق الرحلات حفظاً لأمن الجميع، كشف حراري على جميع المنافذ الحدودية، إجلاء للعالقين في الدول المنكوبة، ومدينة إنسانية لاستقبالهم. خلف قيادة واحدة موحدة، استمرار الدورة الحياتية، تطبيق التعليم عن بعد، خدمات ذكية عن بعد للجهات الحكومية. خلف قيادة واحدة موحدة، الإمارات ملاذ آمن. ولا تشدون هم.